أهلا بيكو، قرأت النهاردة مين هو توأم روحك وإمتى وفين ممكن تقابله أو هل قابلته ولا لأ. طاقة زمنية للفيديو مفتوحة من أي وقت بتسمع فيه القراءة. أنت مين في الطاقة الحالية؟ أنت شخص بتفكر كتير قوي ويمكن بتحاول تتواصل مع روحك، تتواصل مع عقلك الباطن، بتبحث أكتر عن ذاتك. برضو مين هو توأم روحك؟ هو شخص ممكن يكون من برج مائي. طاقة توأم روح اللي ظاهرة لكم هنا هي الطاقة العاطفية، أو الشخص اللي ممكن يكون توأم روح حبيب، توأم روح شريك عاطفي، أو توأم روح بس في بينكم حب قوي جدا 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 ومشاعر عميقة قوي. توأم الروح بالنسبة ليك لابد أن يكون صديق وفي قبل ما يكون حبيب. يعني الصداقة عندك تاخد الخطوة الأولى، التناغم والثقة والاهتمام بالنسبة لك أهم، وبعد كده يأتي الحب أو تأتي تسليم القلب. اوكي، فانت بالنسبه لك يعني توأم الروح لازم يكون حد بتحس ان هو صديق ليك، ممكن تتكلم معاه في اي حاجه، تبقى منفتح معاه، وانت بتتقبل الاختلاف. يعني ممكن يكون مختلف عنكو في الحاجات، في الرغبات، في الحاجات اللي بيحبها. توأم الروح بتاعك هو شخصيه فيها حتة تقليدية شوية أو بتتبع التقاليد على الأكتر، أنتوا مش كده. لكن توأم روحكو هو زي أنت شخص لا تبالي قوي بالتقاليد، هو عنده الحتة بتاعت لا، هو يبالي شوية أو يهتم شوية أو بيعرف يضع حدود. من الشخصيات اللي بتحب أنها تضع حدود للعلاقات أو للناس، عنده كنز معرفي أو عنده موسوعة معرفية، مطلع على حضارات وثقافات مختلفة، شخص قوي، مهتم بجسده أو يهم أنه يكون في صحة جيدة، مؤمن بتأثير قوة الكلمات أو مؤمن بتأثير طاقة الصوت. يعني ممكن تكونوا قابلتوه ولا لأ برضو. يعني هو ممكن الشخص ده مائي أو ناري أو برج الثور، ممكن أسد أو سرطان أو طاقة مائية، ممكن برضو يكون برج الميزان. توأم روحكو الألوانات اللي بيفضلها شوية هي الألوانات الهادية، الأصفر، الأبيض، السماوي، الألوانات الفاتحة. فهل ده شبهكو او لا معرفش. وبرضو من ضمن الحاجات اللي عنده انه بيفضل اللون البني. هل ممكن تكونوا قابلتوه؟ هتجتذبوه في الوقت المناسب. منكم ناس لسه ما قابلتوش، ومنكم ناس هتقدروا ان انتوا تجتذبوه او تدخلوه في الطاقة بتاعتكو في الوقت المناسب. فالطاقة اتقسمت معاكو نصين. لو كده اجتذبوا، يعني عارفين الكارت اللي بيقولك نادي على توأم روحك فصلواتك مستجابة أو دعواتك مجابة. فبوصول الفيديو ده ليك أو بدخوله عليك، لو أنت لسه ما قابلتش توأم روحك، وأنا هنا بتكلم عن توأم روح الإنسان، نادي عليه أو أطلب أنه يأتي لحياتك أو يتجسد في حياتك، تشوفه وتعيش معاه. هو في طريقه إليك للأشخاص اللي لسه ما قابلتهوش، أموره المادية جيدة، هيكون بيتواصل معاك كتير بالروح قوي، وهيبقى بيتكرر معاكو طاقة الرقم 3 و4 كتير. اوكي، او جايز ده يكون مسار طاقي لحد فيكو، او انتوا الاتنين مساركم الطاقي على بعض 7. شكرا ليكو، واشوفكو على خير بفيديوهات تانية. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. واذا كنتم بحاجة لقراءة خاصة هتلاقوا روابط التواصل موجودة في صندوق الوصف. باي باي، تنسوش تسيبوا لو حابين او مقتدرين.